اشتعال جبهة مأرب والجوف وبعض الجبهات أيضا الأخرى، هي في الواقع جاءت بعد الرفض والحوثي لكافة مبادرات السلام، والمماطلة الإيرانية في التعاون مع المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الدولي ومع الممثل الدولي، الممثل الأممي والممثل الأمريكي إلى اليمن. وبالنتيجة كل ما قدمه الرئيس بايدن من مبادرات حسنية تجاه الحوثيين كلها تبخرت، واقتنعت الأسرة الدولية وفي مقدمات الولايات المتحدة الأمريكية بأنه الدبلوماسية اللي كان يعول عليها الرئيس لم تجدي نفعا حتى الآن. لذلك الحقيقة رأينا شبه تغطية دولية للعمليات التي قام بها التحالف ضد مستودعات الأسلحة ومصانع ومعامل، المعامل التي تجمع فيها الصواريخ والمسيرات والقادمة من إيران في صنعاء، وكذلك الغارات القوية على قوافل الإمداد اللوجستي إلى جبهة مأرب والجوف، واصطياد طائرات التحالف وبالتأكيد معظمها من المملكة العربية السعودية لهذه القوافل. وثبت الحقيقة أنه بالمعاينة والملاحظة أنه الحوثي لا يستطيع الحرب في السهول، أو لا يستطيع المقاومة في السهول، أو لا يستطيع التقدم في السهول. هو كل مهارته التمترس في الكهوف وفي بعض غابات الجبال، والتي لا يعني تسهل له المناورة والاختفاء والكر والفر. وهذه طريقة الحوثي، يعني نمط حرب العصابات. إنما ثبت أنه عندما نزل من الجبال على سهول المأرب وسهول الجوف تلقى ضربات موجعة، واعترف الحوثيون الحقيقة بمقتل نحو 16,000 من جنودهم خلال معركة مأرب فقط، يعني خلال بداية العام، من فبراير بدأ الهجوم على مأرب وحتى الآن يعني حوالي 10 شهور. وفي تقدير المصادر السعودية واليمنية أنه خسائر الحوثيين تصل ل 32,000 في جبهة مأرب فقط، أو في جبهات مأرب الثلاث معاً.